أعزائنا المشاهدين، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. من تلفزيون جيبوتي أحييكم وأقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، ونستهلها بأبرز العناوين. وزير الدفاع يستقبل وفدا فرنسيا رفيع المستوى. قتلى وجرحى في هجوم إرهابي في فرنسا تبنته داعش. أهلا بكم. استقبل وزير الدفاع المكلف بالعلاقات مع البرلمان السيدة علي حسن بهدون لجنة الدفاع والشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الفرنسي بقيادة سيناتور فيليب بول، وكان برفقة الوفد الفرنسي سفير جمهورية فرنسا المعتمد في جيبوتي السفير كريستوف غيو. وجرى هذا اللقاء بحضور رئيس مكتب وزير الدفاع السيد عثيرة إبراهيم فارح. وتطرق الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها إلى آفاق أوسع وأرحب. وكما تباحث الجانبان التعاون الاستراتيجي في المجال العسكري بين جيبوتي وفرنسا. هذا وأشاد الوزير علي حسن بالعلاقات التعاون بين جيبوتي وباريس، وتمنى تطوير هذه العلاقة إلى آفاق أوسع وأرحب. شهدت قاعة المؤتمرات بوزارة النقل والمعدات حفل توقيع اتفاقية بروتوكول متعلق بإعداد مشروع. ولمزيد حول هذا الخبر تنضم إلينا في الاستوديو الزميلة عو عبدي. أهلا بك عو. مساء الخير يا إدريس. إذا تضمنت هذه الاتفاقية الموقعة بين إذا الوكالة الجيبوتي للتنمية ووكالة اليابانية للتنمية الدولية حول إذا كان هذا بروتوكول إذا تفاهم حول تحسين الشارع الوطني رقم واحد. وتم إذا توقيع هذا البروتوكول قبل يوم أمس الخميس إذا. ويقوم بتمويل هذا المشروع كما قلت الحكومة اليابانية عبر وكالتها اليابانية للتنمية الدولية. وترأس أعمال هذه المناسبة أمين العام لوزارة النقل والتجهيزات السيد سعيد نوح والمدير العام لوكالة الجيبوتية للطرق، وأجرت بحضور أيضا مدير علاقات الثنائية السيد ياسين حسين دعالي والذي مثل وزارة الشؤون الخارجية، إضافة إلى مسؤول البعثة الوكالة اليابانية جيكا السيد تناكا. وفي مداخلة له لأمين العام لوزارة النقل والتجهيزات السيد نوح سعيد أشار إلى أهمية هذه الاتفاقية بين إذا الوكالة الجيبوتية للتنمية وبين الوكالة اليابانية، وقال إنها إذا ستحسن من إذا هيئة وأعمال ومشروع إذا هذا الطريق الذي يربط بين ناحية قلافي وبيوبكي ويصل طوله إلى 160 كيلومتر. وعقد الاتفاقية إذا حول ترميم هذا الطريق الذي إذا يبلغ طوله 160 كيلومتر، وذلك في مرحلته الأولى، حيث من المقرر أن تستمر أعمال بناء وترميم هذا الطريق مدة سنة ونصف. كما أن الوكالة اليمنية تأخذت بمواصلة هذا المشروع لحتى نهايته لمراحل إذا متعددة. نعم. وأضاف السيد نوح أن أشقاء إذا السعوديين سيشاركون أيضا في تنفيذ أو مشاركة في المراحل المستقبلية لإنهاء هذا المشروع الذي ستبتهوها إذا وكالة اليمنية للتنمية. شكرا عو على هذه المعلومات المتعلقة حول وزارة النقل وتجهيزاته. تتواصل أعمال الاجتماع المتعلق بمشروع ترقية وحماية الثروة الحيوانية التي مولته منظمة الأقدية العالمية فاو، وبتعاون مع إدارة المواشي، وذلك في إطار المشاريع الرامية إلى ترقية وتعزيز القطاع التربية المواشي. وانطلق هذا المشروع بداية الشهر مارس 2017، وذلك لتطوير القطاع التربية المواشي والثروة الحيوانية في جيبوتي والمناطق الداخلية الخمسة. ويندرج هذا المشروع في إطار جهود وزارة الثروة الحيوانية الرامية إلى تحسين المستوى المعيشي للمزارعين الرعويين في المناطق الداخلية الخمسة. وتم تنفيذ هذا المشروع
في إقليم أبخ وناحية الدودة التابعة لإقليم عرتا. ويندرج كما أشرنا هذا المشروع في إطار تحسين المستوى المعرفي للمزارعين الرعويين في مجال تربية المواشي في جيبوتي والمناطق الداخلية الخمسة. بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني لجمهورية باكستان الإسلامية، نظمت الجالية الباكستانية المقيمة في جيبوتي في كورنيش أمسية احتفالية لليوم الوطني لبلادها. وترأس هذا الاحتفال سفير باكستان في إثيوبيا كما جرت بحضور الجالية الباكستانية المقيمة في جيبوتي. وشهدت هذه المناسبة بعرض أغاني وطنية التي تجسد أهمية اليوم الوطني الباكستاني. كما شارك في هذا الحدث أعضاء السلك الدبلوماسي المقيمين في البلاد والقنصل الفخري لليونان ودبلوماسيين آخرون من مختلف البلدان. وتم عرض النشيد الوطني لكل من جمهورية جيبوتي وباكستان. وتخللت هذه المناسبة الخطبة الرسمية والكلمات من قبل منظمي هذه المناسبة الجليلة. Independence is the greatest blessing of Allah and it is rights of المشاركات في حفل الوطني الباكستاني شهدت أهمية هذه المناسبة التي تم تكريسها وتنظيمها لصالح الباكستانيين المقيمين في جيبوتي. وفي كلمة له في هذه المناسبة أكد السفير الباكستاني على أهمية اليوم الوطني كما أشاد بالأم الأم القائد العظيم محمد علي جناح والقادة العلماء الآخرين الذين ساهموا في نيل الحرية والذين مهدوا الطريق لاستقلال باكستان من خلال كفاحهم وعزمهم وتضحياتهم الباسلة والتي لا مثيل لها. وقال السفير في كلمتنا العلاقات بين جيبوتي وباكستان تشهد تطورا ملحودا وتتعزز في كل المجالات وبخاصة في المجال للتعاون التجاري بين الشعبين. نظم الاتحاد الوطني لقادة الشباب في مجال الرياضة في مجمع الملكة فهد الرياضي يوما رياضيا وذلك برعاية أمانة الدولة للشباب والرياضة. هذا وجرت هذه المناسبة بحضور مدير الرياضة في الأمان السيد أبشر علي حسن. وتهدف هذه المناسبة إلى تقديم الشكر للرئيس الجمهورية إسماعيل مرجلي للجهود الحثيثة التي بدلها في مجال ترقية الرياضة الوطنية ولا سيما لصالح الشباب القاطنين في حي النسيب. هذا وشارك في هذه الفعالية العديد من الشباب المواطنين عشاق الرياضة بمختلف أنواعها حيث شملت هذه المناسبة كافة أنواع الرياضة. وفي مداخلة له قدم مدير الرياضة السيدة أبشر علي حسين الشكر والتقدير لكافة المشاركين في هذا اليوم الرياضي الذي أقيم في مجمع الملك فهد الرياضي في بلدية بلبلة. قامت جمعية الفوز يوم أمس بتوزيع آلاف من الكتب لتعزيز وإثراء مكتبة مركز التنمية المجتمعية في حي أرحبة. وتهدف هذه المبادرة في إطار المساعي الرامية إلى ترقية المستوى المعرفي والعلمي لدى الشباب حي أرحبة. وجرت هذه المناسبة بحضور شخصيات رفيعة المستوى من بينهم رئيس جمعية الفوز والمنتخبين المحليين إضافة إلى شباب الحي. وفي مداخلة لرئيس الجمعية أشار إلى أهمية القراءة والمعرفة وأكد أن هذه المبادرة من شأنها أن تعزز قدرات المكتبة. وأخيرا قدم الرئيس الشكر والامتنان لمدير مركز التنمية المجتمعية والمنتخبين المحليين. في إطار التعرف على أقسام الإذاعة والتلفزيون الوطني والزيارات التي تقوم بها مختلف الطلاب المدارس الحكومية، قام طلاب مدرسة زي بي اس صباح يوم خميس بزيارة استطلاعية لهيئة الإذاعة والتلفزيون
هذا وقام الطلاب بزيارة إلى مختلف أقسام الهيئة الإذاعة والتلفزيون الوطنية بدءا باستديو الإنتاج البرامج التلفزيونية حيث تلقوا توضيحات من قبل الفنيين العاملين في هذا الاستديو، كما قاموا بزيارة مماثلة إلى الاستديو الرقمي حيث تلقوا أيضا توضيحات مفصلة حول كيفية بث البرامج التلفزيونية والمباشرة والمسجلة. وبعد ذلك توجه الطلاب إلى مختلف أقسام الإذاعة منها أقسام البث الحي وقسم إنتاج برامج الإذاعة مباشرة وغيرها. وفي الختام أخذوا الشباب وتوجهوا إلى قاعة المخصصة للأخبار، غرفة الأخبار وأقسام أخرى كقسم البث الراديو. وفي الختام أخذوا صورة تذكارية أمام قسم الإذاعة التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون. عقب وفاة رئيس الوزراء الأسبق المرحوم برخت قرط حمد، يبعث السلطان حنفري علي ميرا حنفري برقية تعزية إلى أسر وأقرباء الفقيد سائلين مولى عز وجل أن يتقمد الفقيد فسيح جناته ويدخل جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون. نظم المجلس المحلي لإقليم عرتا جلسته الإقليمي الأولى لعام 2018 وذلك في أروقة المجلس المحلي في إقليم عرتا. وجرت هذه المناسبة بحضور رئيس المجلس الإقليمي السيد علمي بوحة وبمشاركة المنتخبين المحليين. وخلال هذا اللقاء تطرق المجتمعون العديد من المواضيع وسبل تعزيز قدرات الصيد والشؤون اللامركزية. وتندرج هذه المناسبة في إطار جهود المجلس لترقية النظام اللامركزي في جيبوتي، وكما أيضا تندرج إلى وضع خطط مرسومة لمجلس المحلي والأعمال التي سيقوم المجلس خلال الأشهر المقبلة. والآن نتجه إلى الساحة الدولية، ولمزيد حول الأخبار الدولية ينضم إلينا في الاستوديو زميل خضر علمي. أهلا بك خضر. أهلا بك زميل إدريس عمر دار. هناك أخبار تؤكد أن التنظيم الإرهابي داعش تبنى الهجوم الإرهابي الذي حدث في فرنسا. نعم زميل إدريس، أكد وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومبا أن شرطتها قتلت المسلح الذي تحصن الجمعة في سوبر ماركت ببلدة ترايمب جنوب غرب البلاد بعد أن احتجز عدة راهين، وقتل في العملية التي تبناها تنظيم الدولة الإسلامية في وقت لاحق 3 رهائن. انتهت عملية احتجاز راهين في بلدة ترايمب جنوب غرب فرنسا، نفذها الجمعة مسلح يدعى بأنه يدعي بأنه ينتمي إلى تنظيم الدولة الإسلامية بمقتل هذا الأخير، كما أعلن وزير الداخلية الفرنسي. فقال كولومبي أن قوات الأمن الفرنسية قتلت مسلحا كان يحتجز عدة رهائن داخل سوبر ماركت دون أن يكشف عن تفاصيل أوفر بشأن العملية الأمنية، ووضح أن الرجل قد تحرك بمفرده وأنه كان معروفا لدى السلطات في جرائم صغيرة ولم يعتبر تهديدا إسلاميا. هناك خبر آخر يتعلق حول سوريا، حيث أن النظام السوري يسيطر على أكثر من 90% من القوطات الشرقية. نعم إدريس، أعلن التلفزيون السوري الرسمي أن مدينة حرستا في القوضة الشرقية المحاصرة باتت خالية من مقاتلي الفصائل المعارضة بعد خروج حافلات تقل دفعة ثانية بمئات المقاتلين والمدنيين باتجاه شمال غرب البلاد. وأورد التلفزيون السوري اكتمال عملية إخراج المسلحين مع عائلاتهم باتجاه إدلب، وبذلك تكون حرستا خالية من وجود المسلحين. وإلى جانب حرستا، أعلن التلفزيون الرسمي التوصل إلى اتفاق يبدأ تنفيذه بدأ صباح اليوم السبت ويقضي بإخراج المقاتلين الراغمين وعائلاتهم من الجيب الذي يسيطر عليه فصيل فيلق الرحمن جنوبي القوضة. وتم التوصل إلى اتفاق إثر مفاوضات مباشرة مع الروس وفق فصيل فيلق الرحمن. هناك خبر آخر يتعلق حول الولايات المتحدة، حيث هناك يوجد تظاهرة كبيرة خاصة في العاصمة الأمريكية واشنطن.
نعم، يتظاهر نحو 500 ألف شخص اليوم السبت في شوارع العاصمة الأمريكية للتعبير عن احتجاجهم على استخدام الأسلحة النارية في المدارس، وستجري احتجاجات مماثلة في أكثر من 800 مدينة أمريكية أخرى. ويطالب المجتمع الأمريكي السلطات بوضع حد لانفلات حمل السلاح واستخدامه بعد المجزرة التي ارتكبها طالب سابق بإحدى المدارس في فلوريدا، حيث قام في منتصف فبراير بإطلاق النار عشوائيا على الطلاب فقتل سبعة أشخاص وجرح عددا مماثلة. المبادرون لحملة الاحتجاج التي تشمل معظم المدن والبلدات الأمريكية هم التلاميذ الذين نجوا خلال حادث إطلاق النار في فلوريدا، وتمكنوا من حشد أطفال المدارس الأخرى في جميع أنحاء البلاد وجذب الكثير من الاهتمام للحملة. هل لديك مزيدا الأخبار؟ نعم، هناك خبر رياضي يقول بأن فريق المنتخب الكولومبي يفوز على نظيره الفرنسي، وذلك في إطار مباراة ودية حيث تقدم المنتخب الفرنسي بهدفين مقابل صفر، ولكن تسجل المنتخب الكولومبي بعد ذلك بثلاثة أهداف نظيفة حتى تنتهي هذه المباراة بثلاثة أهداف مقابل هدفين لصالح المنتخب الكولومبي الذي لعب هذه المباراة الودية. يعني هناك هزيمة يعني مفاجئة يعني لصالح كولومبيا. نعم. شكرا خضر على هذه المعلومات. إلى هنا أعزائنا المشاهدين قد وصلنا لنهاية النشرة، وشكرا على حسن الإصغاء والمتابعة، وانتهت النشرة.